بسم الله. تمارين حول درس المتجهات لمستوى السنة الثانية إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 4 ABCD متوازي الأضلاع. المستقيم المرمي B والموازي إلى AC يقطع CD في نقطتين E. أصغر أرسم الشكل B صغر بين أن المتجه DC تساوي المتجه CE. يلا أنقل هذه المعلومات في دفترك ثم أنجز التمرين. سنلتقي بعد قليل لتصحيحه معا. يلا نبدأ الجواب. نرسم الشكل أولا. عندنا متوازي الأضلاع ABCD. ها هو غادي نشأو ABCD كما قلنا متوازي الأضلاع. إذن توصلنا إلى الرأس الرابع، وبالتالي بإمكاننا الآن أن نتم الشكل بسهولة. هو A B C D. A B C D المستقيم المرمي B والموازي ل A C. إذن غننشأو واحد المستقيم يوازي A C. إذن حنا غننشأو المستقيم A C ثم مستقيم مرمي B ويوازيه هكذا. إذا الآن حصلنا على المستقيم المرمي B والموازي ل AC. هذا المستقيم يقطع DC في النقطتين E. نعم، إذن هذه النقطة E اللي أصلا حصلنا عليها قبل قليل هكذا. يلا الآن سنبين أن المتجهات DC تساوي المتجهة CE. هيا نشأو المتجهات DC. ثم نشأو المتجهة CE بلون آخر، إذا شئت نأخذ اللون الأخضر. اتجاه C E. يلا سنبين أن هذه المتجهتين متساويتان. كيف ذلك؟ ماذا قلنا عن الرباعي A B C D؟ كيف هو؟ نعم، متوازي الأضلاع. إذا المتجهة A B تساوي ماذا؟ نعم، تساوي المتجهة D C. الآن انظر معي إلى الرباعي A B E C، كيف ترى؟ نعم، بدوره متوازي الأضلاع. بإمكاننا أن نثبت هذا الأمر بالبرهان. انظر المستقيم AB والمستقيم CE كيف هما؟ نعم، متوازيان. ما دام المستقيم AB يوازي DC و E تنتمي لمستقيم DC، إذا المستقيم AB و CE متوازيان. كذلك المستقيم BE و AC كيف هما؟ نعم، متوازيان حسب المعطيات. إذن انظر المستقيمان BE و AC متوازيان و AB و CE متوازيان. إذن الرباعي ABEC متوازي الأضلاع، أليس كذلك؟ نعم، لأن حامل كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان، وبالتالي فإن المتجه AB تساوي ماذا أيضا؟ نعم، تساوي المتجه CE. إذن انظر معي المتجه AB تساوي المتجه DC والمتجه AB تساوي المتجه CE. إذن ماذا يمكن نستنتج من ذلك؟ نعم، نستنتج من ذلك أن المتجهة DC تساوي المتجهة CE. متفقين؟ وبالتالي فإن النقطة C، إذا شئت هذه فقط مسألة إضافية، بالتالي فإن C تمثل ماذا بالنسبة للقطعة DE؟ نعم، C منتصف القطعة DE. ما دامت المتجهة DC تساوي المتجهة CE، فإن C منتصف القطعة DE. يلا نكتب الوران لنبرهن أن المتجه DC تساوي المتجه CE. عندنا المستقيم BE يوازي المستقيم AC، والمستقيم AB يوازي
يوازي المستقيم DC، لأن ABCD متوازي الأضلاع. وحيث أن E تنتمي للمستقيم DC، فإن المستقيم AB يوازي المستقيم CE. إذا سمينا النتيجة رقم واحد وهذه رقم اثنان، من واحد واثنان نستنتج أن الرباعي ABEC متوازي الأضلاع. ABCE متوازي الأضلاع. إذن المتجه AB تساوي المتجه CE. وعندنا ABCD متوازي الأضلاع. إذن المتجه AB تساوي المتجه DC. طبقين وعليه فإن المتجه DC تساوي المتجه CE. إذن كما ترى هنا عندنا المتجه AB تساوي المتجه CE، والمتجه AB تساوي المتجه DC. إذن المتجه DC تساوي المتجه CE. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.